الدنيا كلها ميكسات. هشرح لك، انت نفسك ميكس، يعني ممكن ماما يكون عندها كالعادة عرق تركي فتلاقي شعرها ليس وتقيل، وبابا غالبا بيبقى ستايله زلبطاوي فبيدارب شنب او بيوزن بدوغلاس، ولما تيجي تدور على اصل الميكس ده فتلاقي الجد دايما شعره كتلة واحدة فما تعرفلوش بقى باروكا ده ولا زارع. اما تيتا معروفة دايما بالبنيه، حتى صورهم القديمة بتبقى دايما مقطوعة ومدلوع عليها حاجة بني من فوق. وانت وحظك في الميكس، محدش بيختار ميكس اهله، بس ممكن تختار الميكس المظبوط. جرب كل انواع نسكافيه ميكسات واختار اللي على مزاجك من الاثنين في واحد والثلاثة في واحد او الريتش للي بيحب طعم القهوة القوي والوش المظبوط. نسكافيه ميكسات، اظبط الميكس.